قول بقى هو بيحب ايه؟ السؤال بتاع امبارح. تعرف شاطره ولا اتعلمت مدام؟ ما بحسبها انا حضرتك. لا المدام استاذه. يعني لا ما هي لا بجد والله اتعلمت فيك يا كابتن ولا ايه؟ لا لا هي جايه متعلمه. جايه متعلمه؟ لا 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 ما كانتش شروط. لا 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 بالعكس انا طبعا عشان كنت بلعب وكده يعني انا عمري ما دخلت مطبخ غير بعد ما اتجوزت. بعد ما دخلتي؟ لان انا كنت بلعب ومتجوزه وفي جامعه انا فنون جميله ان شاء الله ديكور يعني انا متجوزه من سنه تانية 3 سنين وانا متجوزه في الجامعه يعني فبدرس وشغلي لغايه متاخر في الجامعه للساعه 7 8 اخلص من الجامعه في الزمالك اجي على الاهلي اكمل تمرين اروح خلاص يعني كنا. طب قولي لي حاجه كده برضو لازم اعرف منك المكان اللي انت كنت بتقعدي فيه انت كنت محمد فين في النادي؟ في النادي؟ لا لا يعني اكيد لا وصلناش لا 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 احنا عرفنا اساسا في الجيم على فكره ايام دكتور نازمي درويش تفتكره دكتور نازمي بتاع العلاج الطبيعي كان ماسك العلاج الطبيعي في الوحده هنا راجعين احنا الاثنين مصابين من الاردن هي متخلص علينا جميل قعدتوا مع بعض بلاش تتكلموا بدل اللي احنا بنتعالج ده بيخم في العد دي بتخم في العد ده يعني بتهزر اللي هو كده اللي هو القلش بتاع زمان دي المعاكسه بتاعت زمان يعني ما تعرفيش الكلام ده بس كده يعني هي كانت ايه؟ جه قال لك ايه؟ عايزه اتجوزك؟ اخطبك؟ يعني قال لك ايه؟ تفتكر لازم اجيب لا ان احنا اللي هو حابب يرتبط وكده قلت له لا طبعا انا لسه بدري انا كنت عندي ايه 16 سنه يعني بيكلمني قلت له لا ايه ده انا لسه قدامي اربع سنين انا اعدادي يعني في الجامعه قدامي لسه اربع سنين جامعه لا سنه نقرا فاتحه هو ما انا بقول لحضرتك اتضحك عليا سنه نعمل خطوبه سنه نعمل كتب كتاب لما تخلصي بقى اخر سنه نبقى نتجوز قرينا فاتحه كويس في صف اولى كتبنا في نص السنه داخله سنه تانية متجوزه في سنه واحده كله الحقيقه يعني على طول وافقتي ازاي؟ يعني قلتي ليه اعمل ده؟ والله حتى اهلي اتخضوا يعني لان انا الصغيره برضو واللي هو محدش متوقع انا كانت لسه اختي يعني اللي اكبر مني بثمان سنين متجوزه ما فيش من سنه يعني اللي هو ايه ده يعني دي قاعده معانا لسه يعني مش كده يعني هو الحقيقه ظروف وهو الاسريه اللي خلتني نقبل كده تقبلي الامور سريعا يعني كان هو عايش مع جدته ولوحده ولما توفت بقى تقريبا عايش معانا بقى فخلاص يعني كان عايش معانا السؤال يعني. الاساسي اكتر مكان كنتوا بتقعدوا فيه في النادي الاهلي فين؟ ده التاريخ بتاعكم قبل بقى نادين واحمد وكريم كنت اكيد بتقعدوا مع بعض كنتش معانا؟ مش فاكره بعد خطوبه فين يا كابتن؟ ملعب الكوره ملعب الكوره ما كانش فيه هنا ما كانش فيه ملعب الكوره لا كنا عند التنس او ايه انا لحقت التنس شفت عند التنس هنا صح كده انا فاكره يعني انا فاكره كابتن اكرامي كانت مراته برضو نين بتلعب يعني بتلعب باسكت الله يرحمها لا كانت في نادي هليليدو يعني انا لعبه ضد الاجيال دي وكانوا يجوا بقى هو وكابتن مصطفى وكده بنلعب الاهلي بيلعب هليليدو يدخلوا على الملعب يتفرجوا لكابتن محمد من بره الباسكت من بره الباسكت في الوقت ده وانتوا لسه مخطوبين او لسه في مرحله الجواز من الكوره بقى طبعا من لعيبه الكوره طبعا اللي هنا لان هو سافر معاهم كتير وكانوا في الاولمبياد مع بعض وفي المنتخب كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب وكابتن شوبير والمجموعه دي كلها كانوا زمايل مع بعض ومجدي عبد الغني وكده كانوا زمايله هنا بيسافروا مع بعض من بره الباسكت بقى زمايله من نادي القاهره برده كان في كذا حد طب كابتن دلوقتي يا كابتن يعني عدينا مرحله الهداف في لوس انجلوس وفي بطوله تانية مؤثره كانت في مصر 83 اخر بطوله افريقيه دخلت مصر للمنتخبات مش للانديه للمنتخبات بعد كده مصر الحمد لله في الباسكت ما خدتش ولا كوره كانت في اسكندريه عايزك ترجع بالتاريخ برضو وتحكي لي البطوله دي اعتقد كانت في الاتحاد السكندري كانت في اسكندريه في استاد اسكندريه في استاد اسكندريه في استاد اسكندريه يعني هي دايما ما كانش لسه في اتحاد اسكندريه لا عفوا يعني هي في اسكندريه اسكندريه معقل كره السله لغايه دلوقتي اللعيب اللي ما لعبش في اسكندريه او في طبعا الصاله خلاص في النادي يعني في اسكندريه ما لعبش باسكت الدوره دي كانت مؤثره جدا في حياتنا جدا جدا واحنا كنا مش رايحين يعني كنا داخلين الدوره دي على اساس ان هي دوره مؤثره جدا بالنسبه لينا كجيل
والجمهور ومتابعه وما توقعناش. انا اتفرجت عليها يعني ما توقعناش اللي الناس عملته في في الدوره دي بصراحه. سواء واحنا رايحين الاستاد 10,000 جوه و 10,000 بره، اهتمام رئيس الجمهوريه بينا، يعني كانت من احلى الدورات اللي اتعملت في مصر، لانها زي وحدت برضه زي ما بيقولوا الكوره ومش عارف يعني وحدت، كانت وكانت الباسكت في الطالع والهاند بول في الطالع، وكان الكوره لسه شويه ما طلعتش يعني. فالدوره دي تعتبر دوره مؤثره جدا معايا، عملناها كويس جدا والحمد لله. انا دخلت منتخب افريقيا بعديها. كان في مباريات صعبه في البطوله دي يا كابتن ولا كانت كلها صعبه؟ صعبه جدا. افتكر معايا مين اصعب مباراه قبل المنتخب المصري ساعتها وقدرتوا تعدوها كمان؟ هي انجولا طبعا. انجولا صعبه جدا، والسيمي فاينل كان سهل عليك كان صعب برضه. اه طبعا. وبعد كده انجولا احنا كسبنا حوالي 20 بون، بعديها بسنتين هم كسبوا هناك الدوره كانت عندهم كسبونا 20 بون على طول. اه طبعا. الجمهور فرق معانا. اه لا جمهور اسكندريه غير طبيعي فيه. وانت طبعا حضرتك شفت طبعا. اه جمهور اسكندريه جمهور عاشق لكره السله، زائد ان نادي الاتحاد كان مسيطر فكان عامل دفعه جامده جدا للبطوله دي. الحمد لله اتكرمنا وخدنا وسيمة الدرجه الاولى وقابلنا الرئيس واخترت انا ومدحت ضمن منتخب افريقيا ولعبنا البطوله في مصر. كان معانا زملاء من ساحل العاج ومن انجولا قدام منتخب اوروبا وكانت في صاله الاستاد هنا في مصر. وكانت من احسن البطولات اللي لعبناها. احمد اكيد الجماهير الدنيا اختلفت، واكيد السنه اللي فاتت كان موسم فرقه الباسكت جميل زعلانه على فرقه الباسكت. ايه اللي حصل؟ طبعا الجماهير عندها حق في النادي، لان هو المفروض ان احنا متربينا على النادي في النادي يعني ان هو تلعب على كل البطولات، يعني لازم تلعب على كل البطولات. فالموسم السنه اللي فاتت حصل فيه يعني سوء حظ كبير يعني بصراحه. كان في اصابات كتير قوي، كان في ماتشات كانت قريبه منك زي مثلا فاينل الكاس ده، انت خلاص ناقص 8 ثواني وانت كسبان الكاس، في اخر ثانيه لعيب بيحط الكره في اخر ثانيه توفيق من عند رأي توفيق ان يعني انت تخسر. في اصابات جت كتير قوي يعني، مره واحده كنت انا والجمال ورامي جنيدي ودهشان، كان مره واحده اما يبقى 5-6 فرقه جماعيه مثلا مكونه من 14-15 لعيب فده بيفرق كتير، مش يعني بتبقى حاجه مؤثره جدا. في يعني ضغط شويه يا احمد من جمهور السوشيال ميديا طبعا بصراحه كلاعب. انا بكلمك عشان انا يعني عايز اعرف احساس اللعيب، في ضغط ولا مش بنبص على السوشيال ميديا ومش بنبص على الكلام ده وبنركز جوه اللعب؟ طبعا هو السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجه يعني اساسيه، بقت حاجه اساسيه يعني، حاجه يعني لازم تتابعها او لازم تشوفها، مش بتركز فيها قوي، مش بتركز في النقد قوي، مش بتركز في الكلام، لان كده كده معظم الناس وكل واحد شايف حاجه من وجهه نظره وكل واحد شايف يوم طالع ويوم نازل. اه كل يوم تلاقي نفسك احسن واحد في الدنيا وبعديها تلاقي نفس الشخص بيشتمك او بس يكون في نقد جامد مثلا، وهو خلاص. فدي هي السوشيال ميديا دلوقتي المتحكمه او هي الناس بتبص عليها. فهي دلوقتي انت لازم برضو تبقى متابعها بس ما تتاثرش بالكلام بتاعها او ما تتاثرش ان انت عارف ان انت عامل ايه وكده. بس طبعا الجماهير كانت زعلانه السنه اللي فاتت يعني بصفه خاصه، لان السنه اللي فاتت حصل ان احنا كسبنا بطوله مرتبط وبعد كده خسرنا الدوري والكاس، وكان برضو جه سوء حظ اللي احنا الاصابات دي يعني وخلتنا يعني نخلص الموسم يعني مش بالشكل اللي احنا كنا عايزينه. احنا كنا عايزين نخلص الموسم، كنا ناويين من اول السنه ان احنا 3 بطولات، فاحنا لما كسبنا الدوري مرتبط والجيل ده بتاعنا يعتبر من الاجيال الكويسه يعني اللي في النادي، لان احنا الجيل بتاعنا ده يعتبر كسبان في 4 سنين 7-8 بطولات، فيعني دي حاجه كويسه. اكيد الجيل عمل تاريخ كويس جوه النادي الاهلي وزود التاريخ بتاع النادي الاهلي، زوده وده حقيقه. احمد تقول لي ايه الجمهور السوشيال ميديا او تقول لي ايه جماهير النادي الاهلي النهارده وداخلين على موسم جديد؟ طبعا لازم الناس كلها عارفه في لعبه الباسكت ان مفيش فرقه واحده الموسم يعني الدوري عندنا صعب، يعني الدوري عندنا فعلا صعب، كل الفرق جايبه لعيبه كويسه جايبه محترفين كويسه. الحمد لله النادي تعاقد مع محترف كويس قوي هيفيدنا وهيعلينا كويس جدا. الحمد لله برضو كابتن اشرف توفيق هيبقى ليه دور كبير قوي السنه الجايه ان هو راجع بيته تاني، اللي هو
احنا راجعين السنه الجايه. هو في الاجتماع اول كلمه، يا جماعه احنا بنلعب على الثلاث بطولات، احنا ما حدش يقول ان احنا لسه بعيد او احنا لسه بنبني او كده. احنا دلوقتي احنا جايين هنكسب الثلاث بطولات، عارفين ان الموسم صعب، عارفين ان احنا السنه اللي فاتت الجماهير متضايقه، الاداره كمان كانت متضايقه، لان هي الاداره ما بخلتش بحاجه، يعني الاداره ما جابتش بحاجه، بس هو حصل سوء حظ. هو احنا نوعد يعني الجمهور كله ان شاء الله ان السنه الجايه هيبقى موسم كويس، ان شاء الله ان شاء الله ثلاث بطولات يعني باذن الله. اكيد يا دين جمهورك مختلف، يعني انت جمهور سك، احمد جمهور نقد، ولا ايه رايك؟ عامله ايه في السوشيال ميديا معاك؟ عامة ولا مع الاهلي؟ لا معاك انت شخصيا، انا دلوقتي قلت لك احمد ده جمهور النقد، لكن انت ليكي جمهور مختلف اكيد. لا بص، هو انا دايما انا عمرك ما هترضي الناس كلها، يعني هو غصبا عنك. يعني مهما عملت برضو في ناس هتلاقيها ستيل بتناقضك او ستيل مش مبسوطه لك في اللي انت فيه فلسه بتناقض، وفي ناس تكون حباك جدا وكده. فانا يعني مش بهتم بالحاجات، يعني مش هممني، يعني مش هتضايق لو انا شفت مثلا ان حد بعت لي حاجه زي كده او حد كاتب عليا حاجه وحشه، مش هتضايق، لان الحاجات دي غصب عنك ممكن تاثر في ثقتك في نفسك. يعني انت مثلا واحد لو لعب ماتش مش كويس ودخلت شفت الناس كلها عماله بتتكلم عليك وحش، الجماهير دي غصب عنك هتاثر في ثقتك. ف يعني لو انت قادر ان انت تتعايش مع اللي انت تشوفه عادي وما يفرقش، وبتنزل تاني يوم وتبقى احسن، ياخده كدافع مش كحاجه ترجع خطوات لورا، انا معايا. اللي هو طبعا اللي هو انت شايف ان فعلا انا ادائي ما كانش كويس، الناس مش راضيه عن ادائي، انا لازم ابقى احسن، فاكيد مفيش مشكله، ده اخده كدافع. اللي هو انا لازم الماتش الجاي ابقى احسن من اللي انا كنت فيه 10 مرات، بس لو الموضوع ده بياخرني معايا لورا بياخدني لتحت، لا طبعا يبقى ولا اشوفه ولا بس اي حاجه. انت شايفه ان جمهور السوشيال ميديا نقده لازع شويه على اللاعبين، ولا ده طبيعي للاعب؟ هو برضو انت لازم تبص لها من وجهه نظرهم، هم بيحبوا اللي هم بيشوفوه، يعني بالذات نادي الاهلي طبعا جماهيره كتير جدا 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 طبعاً. فهم غصب عنهم ممكن ما يكونوش فاهمين في اللعبه قوي، يعني نفس الجماهير بتشجع هاندبول، بتشجع فوليبول، بتشجع باسكتبول، كلهم بيشجعوا نفس، يعني لعيبه كتيره جدا ممكن ما يكونوش فاهمين قوي، بس بغض النظر عايزين الاهلي يكسب. يعني لو الاهلي كسب بالظبط، الاهلي كسب وخلاص، لو الاهلي كسب وخلاص خلاص تمام مفيش مشكله. لما الاهلي بقى مثلا بيحصل هزيمه، بيحصل ان المنظر مش حلو في الملعب، ممكن بين اللعيبه، بين اي مشكله، لا ساعتها بيحصل نقد. لو شايفين اللعيب بيأثر، لعيب بيتمشى في الملعب، ده طبعا بيبقى بيزعله، اللي هو انت مش مقدر التيشيرت اللي انت بتلعب بيها، يبقى يعني ما تلعبش، ما تستاهلش ان انت تكون بتلعب بالنادي، وما تستاهلش حب الناس كلها اللي هي بتسهر. وبره مصر النادي الاهلي ليه جماهير كتير جدا، كل دول بيسهروا لغايه بالليل 4 و6 الصبح عشان يتفرجوا مثلا على ماتشات الكوره ولا ماتشات الباسكت. شفتي الكلام ده في امريكا؟ الناس بتتابع اخبار النادي الاهلي، المصريين بيتابعوا اخبار النادي الاهلي. طبعا بتتابعي ازاي انت اليوم معكوس معاكي، فبتتابعي ازاي؟ ما غصب عني لازم، يعني انا اصلا مبسوطه جدا السنه دي الاهلي غطى ماتشات كتير جدا، و صدى البلد ولا كمين؟ صدى البلد، صدى البلد ذاعت ماتشات كتيره جدا، فكانت حاجه حلوه للناس اكتر بتتفرج. يعني انا اصلا السنه دي كنت مبسوطه قوي لما نزلت في الصيف، انا بجد بقيت بمشي مع احمد سعيد، ده ايه ده احمد سلع، كنت والله احمد سلعاوي ده بتاع الباسكت. يعني الناس اساسا بقى ناس اكتر بقت تعرفهم، وناس بيجوا على التلفزيون، فمش ما بقتش الكوره بس يعني سنتر اوف اتنشن كل الناس عماله تتفرج عليها، بقى لا في باسكت يعني. فدي كانت خطوه كويسه قوي يعني كبنات واولاد. انا استغربت اصلا، يعني انبسطت جدا اللي كان فيه كمان البنات مش ولاد بس، يعني انا كنت بتفرج على ماتشات الاهلي البنات وانا هناك، كنت فعلا مبسوطه ان هم مغطيين واستوديو تحليلي وكل حاجه. انا طبعا زمايلي لغايه دلوقتي يعني، فبتكلم معاهم، وكان يعني كابتن يامل الف السنه اللي فاتت، يعني طبعا يعني معزه شخصيه طبعا، والسنه دي كابتن علي هاشم، كلهم يعني مدربين ليهم فضل كبير عليا يعني، وبيكلموني ومعايا يعني متابعيني كمان، يعني مش بس كده. كابتن سلعوه، كابتن ايمان، السؤال ده ليكم انتوا الاثنين مع بعض، الجيل بتاعكم اتظلم عشان ما كانش في سوشيال ميديا؟ لا انا اعتقد كده احسن، هو دلوقتي السوشيال ميديا بقت حاجه مؤثره على اللعيبه وليس مع اللعيبه نفسيا، يعني نفسيا ضغطه. انا شايفها الموسم ده بالذات على الهاندبول والباسكت في النادي الاهلي عشان ما بيكسبوش بصراحه برضو. يعني احمد قال احنا
اللعيبه بتخسر او خسرنا او ما كانش في توفيق في الباسكت ونفس الكلام في الهاندبول. اكيد الجمهور عايز النادي الاهلي يكسب. هو لان جمهور النادي الاهلي متعود على المكسب بالما لا يقبل حاجه غير المكسب. فلما بيحس ان المستوى اتهز شويه او تحس ان النتائج ساءت شويه بيبقى بزياده بيطلع الطاقه بزياده شويه. لكن انا اعتقد ان السنه دي ان مجلس الاداره ما بخلش، عمل شويه اصلاحات كتيرة جدا في جهاز الباسكت وفي جهاز الهاندبول في النادي. فبس هم صبروا شويه ان شاء الله هيبقى في نتيجه ونتيجه كويسه باذن الله في نتيجه. بس برضو كابتن محمد سيد سليمان لما لعب في الاولمبيات وحقق احسن هداف كل القصه دي، وكان في السوشيال ميديا كان الموضوع اختلف تماما معاه، صح كابتن؟ لو كان ايامهم في انتشار اللعبه كده يعني الناس ما عرفتش كره السله غير من بطوله افريقيا 84 اللي كانت في اسكندريه لما سمعت وبدا الناس يبصوا على باسكت. وبعدين ما فيش ماتشات بتتذاع، ما فيش حاجه بتتذاع غير كوره، فما حدش يعرف باسكت. لما حد بيقول باسكت يعني ايه باسكت؟ ايه باسكت؟ بس دلوقتي الموضوع اختلف. يعني الموضوع اختلف طبعا، يعني موضوع الاذاعه الماتشات دي اللي حصلت السنه اللي فاتت سواء من قناه الاهلي اللي كانت بتغطي ماتشات الاهلي كلها او قناه صدى البلد فعلا عملت انتشار للعبه حلو. شايفه ان الاذاعات الماتشات دي هتعمل انتشار كويس للعبه اعتقد بتعمل سلعه كويسه بالنسبه للعبه وتسويق للاعب برده كمان، لانه دلوقتي بقى احتراف سواء في الولاد او في البنات. السنه دي كمان الاتحاد عمل عقود للبنات. بادي كام وانت بتعرف النادي؟ مش احراج، لا لازم اعرف ده الحقيقه. كنا 2 جنيه 2 جنيه كنا 2 جنيه في الدرجه الاولى. ايه في الدرجه الاولى كتير قوي. كان زمان يعني بابا لما انا سمعت ان هو كان جيم القاهره الاهلي ب 100000 جنيه ده اساسا يعني رقم ده يساوي كام 10 يعني كام مليون يعني دلوقتي مليون دلوقتي رقم. انا يعني فاكره في الدرجه الاولى لما بنروح نقبض كنا وبتاع 2 جنيه يا ده 25 جنيه في البطوله. لا صح، انت كنت في نفس الجيل. لحقت 25 جنيه لحقتها معانا نفس ال 2 جنيه وال 25 جنيه دي البطوله. لما ناخد بطوله فاصل يعني نريح الباعه شويه.